يعني فواصل جميلة جدا عم بتكون موجودة وبصراحة مسلية. عموما امبارح من بعد المباريتين اللي شاهدناهم ضمن الجولة الثانية من دوري المحترفين، الساعة 12 بالليل تقريبا، سالم العجالين كابتن النادي الفيصلي ولاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم اللي قدم الكثير والكثير لملاعبنا الأردنية وللنادي الفيصلي، أعلن أنه حيروح برحلة جديدة من بعد 10 سنوات متتالية بالنادي الفيصلي الزعيم للدوري العراقي. بدنا ناخذ هذا الاتصال ونعرف منه التفاصيل أكثر وأكثر. كابتن سالم، أهلين، صباح الخير لإلك ويعطيك ألف عافية على 10 سنين متتالية مع الزعيم النادي الفيصلي. صباح النور ويعطيك العافية، ولمستمعينا الكرام جمهورنا الله يعطيكم العافية وصباح الخير. الحمد لله رب العالمين، يعني بعد 10 سنوات مع النادي الزعيم الفيصلي، يعني مسيرة كانت كلها إنجازات وبطولات طبعا. أحلى الذكريات، أحلى الأيام كانت مع النادي الزعيم. بالعكس يعني الواحد يعني بالقلب غصة، يعني بيكون صعب عليه تنسى بعد 10 مواسم انك تطلع من نادي الفيصلي، لانه احنا نادي الفيصلي له فضل علينا كلاعبين وعلى سالم العجلين. هي لحظات صعبه، بس يعني انت عارفه يعني كره القدم يعني فيها متغيرات وفيها مجريات كثير. تجربه جديده راح تكون بالنسبه لي الاولى، ان شاء الله ربنا انه يوفقنا ونكون على قدر المسؤوليه إن شاء الله يا ربي. نعرف تفاصيل التجربة كابتن سالم بالدوري العراقي الممتاز، طبعا مدة التعاقد معك. هي مدة التعاقد موسم واحد. موسم كامل. بالدوري العراقي، وأنت عارف بالدوري العراقي السنة هاي مهتمين في اهتمام أكبر يعني، ودوري قوي يعني. إن شاء الله تكون تجربة ناجحة إلي كسالم العجلين شخصياً. ان شاء الله يا ربي. مع نادي الوحده صحيح؟ مع نادي الحدود العراقي. الحدود عفوا، هو في وحده وفي حدود نفس الشيء. يعطيك الف عافيه كابتن، بس الاشتياق كمان حيكون موجود للنادي الفيصلي. يعني اجمل الذكريات مع النادي الفيصلي، اجمل مباراه بالنسبه لك ما حتنساها وحتحكي عنها للكل. والله شوفي مباريات كثير بالنسبه لي بالنادي الفيصلي، يعني 10 مواسم يعني كان كل المباريات اللي بكون فيها جمهور الفيصلي حاضر هي بالنسبة لي أحلى مباريات كانت، لأنه هو كان جمهور الفيصلي هو الدافع والحافز. إنك لاعبين إلك سالم، يعني علاقتي مع الجمهور والنادي الفيصلي علاقة طيبة، يعني بشكرهم كثير على 10 سنوات الماضية اللي كانوا هم داعمين للفريق وللاعبين، كانوا هم الأساس للنادي الفيصلي انه يحقق البطولات. يعني امبارح انا يمكن ما قدرت ارد على عدد كبير من الاتصالات والمسجات اللي وصلتني على عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كان يعني كم هائل زي ما بقولوا. هذا بعبر لك انه قديش يعني الحمد لله رب العالمين الواحد شو قدم بالنادي الفيصلي، شو اعطى، فلقيت هاي المحبة والرسائل اللي وصلتني، يعني في منها كان شوي محزن يعني طبعاً. للجماهير. وبعدين كابتن بجوز مرقت، اسمح لي أحكي لك، مرقت عليك فترات وبجوز كنت ضيفي هون باستوديو صباح الرياضية، كان في شوية حالة من الإحباط وطلبت الجمهور بأنه تابعوا سالم، وربنا رزقك وكرمك وقدمت مواسم رائعة جدا سواء مع النادي الفيصلي سواء مع المنتخب. ولحسن خلقك يعني احنا اليوم عم نتحدث عن الدوري العراقي، وكان في مشاكسات كبيرة بيننا وبينهم مع المنتخب، واليوم هم عم بيطلبوا سالم انه يكون موجود معاهم. قديش هذا الشيء بدل على اخلاق اللاعب الاردني؟ انت عارفه يعني هي اللي صار بيننا وبين اخواننا العراقيين بكاس اسيا، هي مناكفات كرة القدم، مشاكسات جميله يعني كانت، يعني صحيح باي مكان، يعني احنا بنضل اخوان وحبايب، يعني احنا من قبل كرة القدم علاقتنا مع الشعب العراقي طبعاً علاقه طيبه واخويه ومحبه. يعني احنا المنتخب رحنا يمكن زيارتين هناك،
يعني شفنا الكرم والضيافه لاخواننا العراقيين، وهم بنفس الشيء لما بيجوا عندنا هون كانهم ببلدهم بنستقبلهم احسن استقبال واحسن ضيافه. هاي مناكفات يعني ما انها تجرنا احنا كلاعبين او طبعاً. كشاعب انه ناخذ الامور منحنى ثاني. بالعكس يعني بتنتهي داخل الملعب وبنرجع اخوان وحبايب. والمنتخب يا كابتن شو بتحكي استعدادك ان شاء الله الفتره القادمه؟ ان شاء الله ان شاء الله، يعني انت عارفه يعني كمان اسبوع تجمع المنتخب، راح يكون استعدادنا هون مباراتين وديات مع كوريا الشماليه. استعدادنا احنا معسكر كان بتركيا كثير ناجح، كان جاهزيه اللاعبين للمدير الفني انه يتعرف على اللاعبين اكثر وشوف اللاعبين مستواهم. ان شاء الله راح نحضر بمباراتين في كوريا الشماليه لمباراه الكويت وفلسطين اللي راح يكونوا يعني صعبين علينا كبدايه التصفيات. بالعكس احنا يعني منتخبنا منتخب قوي، اثبت حضوره بكاس اسيا، تصفيات كاس العالم، تاهلنا بطل مجموعه، يعني كل الانجازات الحمد اللي لله. حصلت ان شاء الله في مره راح يكون تصفيات كاس العالم بالدور الحاسم انه نتاهل لكاس العالم باذن الله تعالى. بس ان شاء احنا الله نفكر كل مباراه مباراه، يعني ما نفكر بكوريا او منتخب العراق. ان شاء الله يا رب. وما حقول لك نهايه، انا بعرف انت هلا بموعد ضروري جدا، والله يجزاكم الخير انت وكل الشباب اللي معاكم. ما حقول لك شو كلمتك لجمهور النادي الفيصلي، لانه انت حتضلك موجود وحاضر ومعاهم على تواصل، ولكن حاحكي لك كل التوفيق لك كابتن سالم، غالي علينا جدا على المنظومه الرياضيه، يعطيك الف عافيه وكل التوفيق، وان شاء الله تكون خير سفير لنا بالدوري العراقي. الله يسعدك يا رب ويسلمك. بالعكس احنا اي لاعب بيطلع من الأردن احترافه بمثل الأردن وبمثل الشعب الأردني. صحيح. فإن شاء الله أن نعكس صورة طيبة إحنا كنا كلاعبين عن اللاعب الأردني، لأنه اللاعب الأردني بيمتلك إمكانيات، بيمتلك كل شيء، بس هي الدعم والاهتمام اللي لازم يكون موجود وحاضر. ويعني النادي الفيصلي وجمهور النادي الفيصلي الكبير العريق، يعني أنا بحكي لك امبارح كم هائل من المسجات والتعليقات، كانت كلها الحمد لله يعني إيجابية ودعم. ما بنحكي لهم وداعا، لأنه طبعاً راح إن شاء الله الموسم القادم أكون موجود بالنادي الفيصلي. يعني هي فترة تمرق على اللاعب، تجربة احترافية إن شاء الله يكون فيها الخير والاستفادة. وبنحكي لهم إن شاء الله نلقاكم قريبا، كل التوفيق. واحنا هسه صرنا مشجعين للنادي الفيصلي، انا هسه صرت مشجع. يعطيك الف خلص، بدك تحضر كل المباريات القادمه اذا هيك بدنا نراقبك. طبعا طبعا اكيد اكيد ما بنستغني. بحكي لك 10 مواسم كثير صعبه عليك طبعاً. انا كسالم العجلين بالنادي الفيصلي مش بالسهوله انك انت تكون بنادي وتطلع منه بعد هالفتره وتكون انجازات وذكريات حلوه مع النادي ومع الجماهير. يعني راح نفقد الحضور الجماهيري النادي الفيصلي الايام الحلوه، بس نحكي لهم ان شاء الله نلقاكم على قريب ان شاء الله. على خير يا ربي. كل الشكر لك كابتن سالم العجلين، رحله موفقه يا رب واحتراف موفق، واحنا متاكدين من اللي حتقدمه بالدوري العراقي وتقدمه مع منتخبنا الوطني. كل الشكر لك على كل ما قدمت من حلو ومر، والايام الجميله اللي مرت معك يعطيك ألف عافية. إذن مشاهدينا شكرا لك كابتن سالم.